قال المصنف: ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها، وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. وهذه الفضيلة قال ابن القيم رحمه الله تعالى خاصة بخديجة، ما نالتها امرأة غيرها، يعني ما في امرأة قرأ الله تعالى عليها السلام إلا خديجة. قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب. وأيضا هذه من البشريات العظيمة لها رضي الله عنها. وخديجة كما تقدم معنا هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وبالمناسبة هي عمة الزبير ابن العوام، لأن الزبير أبوه العوام ابن خويلد، العوام ابن خويلد ابن أسد، وهي عمة حكيم ابن حزام، لأن حكيم أبوه اسمه حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، فهي عمة الاثنين دي. طيب، قال: هي أول امرأة تزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عدد عليها حتى ماتت. وعاشت معه كم؟ كم عاشت؟ ماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنوات. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر عمره كم؟ ثلاثة وخمسين، عمره 53 هاجر، وتزوجها كم؟ 53 لما نشيل منها 3 فضلت 50، وتزوجها عمره 25، إذا عاشت معاه كم؟ ها؟ ليه؟ لما الثلاثة ليه ما تحسبوها؟ 25 25. طيب،